السلام عليكم. بون انا مع خويا حميد هنايا حميديا لونسيان بوكسور انترناسيونال ماكاينش اللي يعرف شنو هي البارياس تاع سبورتيف تشاميليا وانسان عاقل واطلق لا بوكس لا الكاراتي وكاش لا نزيدو نحكو على الكاراتي كيفاش كان زمان اقول خويا حميد اليوم زاد الايام هضر على لا بوكس باش كانت كيفاش كان المشروع ديالو يعني كان هناك دول يعني وان شاء الله نتمنى له غير الخير وان شاء الله نتمنى وان شاء الله يا ربي ما يبقاش يعني لازم يكون تما يعاون الجيل الجايه تما تكون ستولي جيل هذا انا نشوف اللي جاي كيفاش راهو المسافر هذا يزيد يتقربوا ليه ينكوراجيوه ان شاء الله يشجعوه على مثلا الرياضه هذه نعاونو حنا يا رانا كيما نقولو رانا كاع مع الأسرة الرياضية هاذيا نعاونو رانا هنايا وكل واحد في الدومين تاعو لي في الكاراتي في الكاراتي لي في لابوكس في لابوكس ونشوفو إن شاء الله نتفقو على الهدافات هاذي والحالة نشوفو فيها الحالة راهي مزدهرة ويعطيكم الصحة والله يحفظكم ويا حمد ربي يجازيك صح إن شاء الله ربي يجازيك صح إن شاء الله ربي يجازيك صح إن شاء الله ربي يجازيك صح ان شاء الله الكاراتي ويحكي على الكاراتي زعما لي زونسيان باش يكون واحد يسد بلاصتو نعيطو خويا مصطفى ان شاء الله واحد مصطفى اللي راه في الغربه مسكين يحب الهنطايا بزاف وراه يتوحش باش يجي الهنطايا ويتوحش يدير الكاراتي ما فيه هنطايا نهار يجي مسكين يجيب الكيمونو تاعو ونطريني والحاله وكذا بلاتيك يعمر لي باسلي كيما نقولو حنا يعمر الباسلي تاع كاراتي هذا في هنطايا ويروح مسكين ونتمناو له ان شاء الله عاود الليمونه ان شاء الله هذه هي ان شاء الله نعلمنا الوباء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه بارك الله فيكم.